دخل يعمل أكل بالليل كان سايب إزازة الزيت مفتوحة ولسه هيستخدمه، لقى حاجة بتلعب جوه الإزازة. صدمة العمر لأحمد بعد ما لقى فار كبير في إزازة الزيت صاحي وبيلعب. مفاجأة صادمة لشخص اسمه أحمد، كان لسه عاوز يعمل أكل بالليل لكن اتصدم صدمة عمره لما لقى الإزازة فيها فار. أيوة زي ما سمعت كده، الفار قدر يدخل من الإزازة وكمان كان صاحي وبيلعب. أحمد اتفاجئ إنه ما كانش عارف يعمل إيه وما كانش عامل حساب إنه هيلاقي حاجة زي دي. أحمد قرر يوثق الواقع بكاميرا الموبايل وقال في الفيديو اللي نشره على حسابه بموقع فيسبوك: مساء الخير يا جماعة، كنت صاحي عشان أعمل أكل بالليل لقيت فار موجود في إزازة الزيت. بالله عليكم يا جماعة خدوا بالكم وما تسيبوش إزازة الزيت مفتوحة عشان ممكن تلاقوا حاجة زي دي. بحسب أحمد إنه عايش في منطقة شعبية وفيها فران كتير، وقبل كده عادي كان بيشوف فران في الشقة، لكن ما كانش يتوقع إنه يلاقي فار في إزازة الزيت. أولا لأنها صغيرة، تاني حاجة إن الفار ما بيتأثرش بالزيت وكان عايش عادي وصاحي. أحمد اتصدم في البداية خصوصا إنه كان داخل يعمل أكل، تقدر تقول كان عامل حسابه على كل الأكل ده، ده غير كمان إن دي آخر إزازة زيت عنده. لكن اللي اكتشفه أحمد ما كانش يتخيله أو إنه هيتحط في موقف زي ده. أحمد قرر يتخلص من الفار ورمى إزازة الزيت، لكن كان عايز يقدم نصيحة للناس إنهم ياخدوا بالهم كويس من المواقف اللي زي دي، مش بس على إزازة الزيت، على كل الأكل. ما تسيبوش الأكل مكشوف، خصوصا إن ممكن أي أكل يدخل فيه حشرات وفران وممكن كمان يهربوا، ووقتها هتكون كارثة. مش هتعرف أولا إن الأكل ده كان فيه حشرة أو فار، تاني حاجة هيكون سام بالنسبة لك، وده اللي حذر منه أحمد وحاول يوصل رسالته لكل المتابعين. أحمد بيقول كمان إنه قدر يتخلص من الفار بسرعة علشان اكتشفه، ده غير كمان إن الفار ما تسببش في إن الإزازة تقع على الأرض أو تغرق الدنيا، وده في حد ذاته كويس إن الموضوع جه على قد كده. مقطع الفيديو حقق انتشار كبير على منصات التواصل الساعات اللي فاتت وتداوله عدد كبير من رواد السوشيال ميديا اللي اتفاجئوا بالواقعة اللي حصلت مع أحمد وإنه قدر يتفادى الموقف، لكن بعض المتابعين شككوا في رواية أحمد وقالوا: إزاي فار بالحجم ده هيدخل في الإزازة؟ أنا حاسس إنه حوار، طب كنت نور النور علشان نشوف الفار اللي لقيته، أكيد مفبرك، مفيش فار بالشكل ده هيدخل في الإزازة. لكن عدد تاني من المتابعين اتصدموا من الفيديو وقالوا إن فعلا الأكل المكشوف مش بس هيتسبب في وجود فار، لكن هيكون بيئة خصبة إن يكون في حشرات في المكان، ولازم الناس تعرف ده ويهتموا أكتر بالأكل وما يسيبوهوش عرضة إنه يحصل لهم مواقف مشابهة. لكن لو أنت مكان أحمد وحصل لك الموقف ده، يا ترى هتتصرف إزاي؟